اسمو الحرج زكريا كنسكن دار الفقراء الزنقه 30 رقم الدار 241 مكرر واخا شنو المشكل المشكل اللي عندي هو وقعت لي حادثه الشغل في آه في شهر تسعود نهار 12 فيه 2019 كيفاش وقعت الحادثه كنت خدام في الهوندا انا كنت خدام في الهوندا هو في التليفون قال لك غادي تلتحقوا بواحد الكاميو خسرت ليه الكماشه ديالو باش تهزوا داك الشجر اللي خارج من امام المدارس مشينا خدامين فيه وصل وقيته ديال الخدمه باش نسالات قال لك لا سيدي خصنا نكملوا هذاك الشيء واللي بغى يمشي يمشي في حالاته هذا التليفون اللي جا خدام في قطاع النظافه طلعنا قال لك طلعوا شفتوا عليه برجليكم باش يتكسر داك العود باش نشارجيو شارجمه وحده قلت لهم اللهم لا إعتراض على قبل الوليدات بقيت خدام بقيت كان على واحد العود هو بقي خضر هو يردني من الكاميو الوسط للشارع وقع لي كسور في, في رجلي اليسرى على مستوى الفخذ دون هاد الناس ديال الشركه عيطوا لينا عيطولنا لنا الاسعافات عيطوا الاسعافات داونا لوبيطال قاموا بالواجبات ديالهم تكلفوا بيا من الاول حتى الاخر حتى فانيده ما شريتهاش منين دخل مني عطاني طبيب المعالج منين عطاني الطبيب المعالج تلت شهور منين دخلت من بعد ديك تلت شهور مشيت عند الشاف ديالي طالبته بواحد المبلغ سالولي. <لي> كنت كنتسالو ليه اللي هو ألفين وخمسمية درهم كانت سالها بيني وبينو قلت لي سي الشاف الله يجازيك بخير راني وقع ليا بروبليم وتلت شهور ما مخلصش بغيت ديك البركة اللي مسلفك ديك ألفين وخمسمية درهم قال لي يا سيدي واخا خليني تنهضر معاك تا دابا باقي موعد يلا دخلتي وهادي سير جيب لينا واحد سيرتيفيكات شونج دي بوست انا كما كانش على بالي كاع سيرتيفيكات دي بوست مشيت جبت هاد سيرتيفيكات شونج دي بوست من عند الطبيب المعالج عطاها ليا جتها قال لي سير هبطها للكراج عند الشاف الكبير مشيت ديتها حطيتها رجعت عينوني في الحراسه باش نهبط للكراج هبطت للكراج توقفت علاش توقفت هذا هو المشكل اللي كنسال الله عز وجل والمسؤولين كاملين علاش توقفت انا ما عنديش ملي توقفت من الخدمه سيدي جا عندي الشاف الاخر اللي كبر من الشاف اللي كانت تسالو فلوسي قال لي يا غادي تعطيني 3000 درهم راه ترى امين الوسيط بيني وبينك وغادي نهزوك لواحد ديبو الشاف الصغير الاخر راه غادي تفاهم تا وياه وراه غادي نحطوك عساس في الديبو المقابل ديبو دي نعم أنا, انا ما ملتزمش بهذا الشاف انا الشاف هذا الشيء ما ملتزمش به قال لي راك غتشد الاطي قلت لي غنشد عندي التزامات غنشد الاطا عندي التزامات عندي ناس جيران شهود يطلعوا يشهدوا بانني هما لي الموضوع حتى شديت ال... حتى دخلت وخلصوني في, في الايام الراحه اللي كنت اللي شديت منين ما تم البيتش لي الطلب ديالو هو يضحك بواحد الضحكه استهزائيه وكان به كيوقفني انا موقف من شهر واحد لدابا علاش شنو هو السبب كنت كنبقى في الخدمه كندخل مع السبعه عند ولادي وكيعيط لي الشاف اللي كانت الفلوس وعطاهم ليا صيفطهم ليا على عبر جوج خدامه معانا الخدام الاول صيفط ليا وخمس 1500 درهم من بعد ما توقفت وداس واحد العشر ايام الخدام الثاني طلعت ليه تلت الدرب ديالهم خديت فلوسي موقفوني باغي نعرف علاش توقفت من الخدمه كل بيت لهم الطلب ديالهم راه ما الإدارة ما غنلتجا لا لأي حاجة ما غنلتجاش ليها كون راني باقي خدام الطلب ديالي هو نرجع الخدمة نعتق هاد الوليدات راه ما عندي ما ناكل راه ماشي ما عندي ما ناكل الحمد لله راه بلادنا بلاد الخير الله يخلف على جيراني الله يخلف على الناس اللي حاسين بالموقف ديالي وكيطلعوا لي الفطور راه ما نقولش فينا الجوع حنا كاين الحقرة الحقرة اللي كاينة ما كاينش الجوع علاش نتوقف من بعد ما كنت كنخدم في الهوندا بوحدي دابا راه كنخدموا فيها ثلاثه اربعه علاش نتوقف يا عباد الله علاش هذا هو السؤال المطروح على رب العزه على عز الله عز وجل هذا هو السؤال المطروح كاشات الوليدات شنو هو مصيرهم شنو هو مصيرهم مصيرهم انا اب ديالهم وقفني هذا السيد و... و... جوج شافات اللي هما عائله اش درت ليهم من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبون قوما بجهالة وتصبحون على ما فعلتم نادمين من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا وأولي الأمر منكم أنتم خلفاء الله في أرضه أيها المسؤولون شوفوا في حالتي وشوفوا في حالتي وليداتي وإلا كنت أنا كنت السيد أنا باغي نتعاقب تا انا خصني نتعاقب تا انا واحد شاف ما دار ليا والو انا كل ما مني ما غاديش وانا ما نعطيش انا خدام دراعي ونسولوا جميع الخدام لا اريد رحمه ولا شفقه اريد محاكمه عادله